إلى أعلى قمة في العالم صعدت وبكل تواضع حلت في استوديو الآن، فخورة كانت بما حققته وفخورين باستقبالها سوزان الهوبي، أول امرأة عربية تصل قمة إيفرست. أهلا وسهلا بك سيدة سوزان. أهلا فيك، شكرا كثير. يعني في البداية أود أن أقول أنه يجب على كل امرأة عربية أن تكون فخورة بك لما حققتيه من تحدي ومن نصر. شكرا كثير، يعني أخجلتم تواضعي، شكرا وهذا كثير. وهذا ما يقودنا للتساؤل، يعني حجم هذا التحدي اللي ملكتيه يمكن بحجم كبر جبل إيفرست، يعني من أين جاءك هذا التحدي؟ طبعا الفكرة يعني بتنمو، كانت معي ما اجت بين يوم وليلة، لأنه أنا بتسلق صار لي فترة طويلة كثير، كنت متسلقة في قارات وفي بلاد يو نو كم الفترة؟ قديش صار لك؟ يعني صار لي تقريبا 11 سنة بتسلق، وكنت من قبلها متسلقة قمم، أعلى قمة كانت 7000، بعد ال 7000 قلت شو بقدر أعمل شيء ثاني، وإجت فكرة إنه أتسلق جبل 8000. طبعا في 14 جبل بالعالم 8000 متر واعلى من 8000 متر. نعم. قلت اذا بدي امر بهالمشقه ليه ما احاول اعمل ايفرست. فهي الفكره انه حسيت انه انا صار في عندي التكنيك والمهاره والثقه بالنفس الكافيه انه والخبره على الجبل انه نعم. اقدر انه اخوض هيك تحدي مثل جبل ايفرست. طيب كم المده اللي استغرق الوقت الى ان صعدت الى قمه الجبل؟ التسلق نفسه كان تقريبا 51 يوم، يعني 10 ايام تقريبا مشي انه نوصل للبيس كامب، وبعدين تسلق 51 يوم لقدرت اوصل على القمه بالصوره اللي انتم حطيتوها هاي. طيب هل كانت هناك صعوبات او مخاطر واجهتك يعني خلال هذه الرحله؟ يعني جسمك هل تحمل البروده، الضغط، قله الاكسجين؟ طبعا يعني كانت اصعب رحله عملتها بحياتي او رحله تسلق عملتها بحياتي. ساعدني كثير اني كنت مؤهله ذهنيا وجسديا، يعني انا كنت في مرحله تدريب تقريبا لسنه ونص قبل ما اروح على ايفرست، قرات كل شيء ممكن اقراه عن ايفرست، تعلمت من الجبال الماضيه كيف اقدر اتجنب البرد، اتجنب امراض الارتفاع اللي ممكن تاثر على الرئه او تاثر على الدماغ، ممكن انه اذا احنا ما عرفنا نكتشفها من البدايه انه ممكن انها تؤدي الى الموت. وجبل 8000 متر اصلا في منطقه ال 8000 يسموها منطقه الموت، ذا ديث زون، فلازم يكون الواحد في عنده طبعا الخبره والمعرفه الكفايه انه يعرف يتسلق 8000 متر. وبالتاكيد القوه ايضا. والقوه طبعا، يعني مثل ما قلت لك تدريب سنه ونص، يعني كانت حياتي انه الفتره الصباحيه كل يوم كل يوم التزام كامل، يعني حياتي كانت بتدور حوالين تدريب لايفرست. وطبعا اللي اهم واهم من هيك انه ممكن انه احنا نكون جاهزين، بس من وين بدك تلاقي الوقت والتمويل لانك تقدري انك تتسلقي قمه مثل ايفرست؟ يعني انت كسرت القاعدة انه دائما الرجل هو القوي، هو اللي يقدر يفوز بأي تحدي يواجهه. طيب حضرتك ام، انت ام وايضا لديك عائلة، يعني كيف تقبلوا هذا الموضوع اللي هو ابدا منه سهل؟ اكيد مش سهل، يعني كان من اصعب، كان قرار صعب اكيد، لكن ما اخذت القرار انه التزم واروح على ايفرست غير لما حسيت انه العائلة قادر تتعايش مع هذا الوضع، وبالعكس كانوا داعمين لإلي. يعني يمكن قبل 10 سنين كان الوضع كثير مختلف، انه كان لسه ما كان في فهم تام للمشقه اللي بروح عليها، انه انا في عندي الخبره انه اقدر اجنب نفسي بعض المواقف اللي ممكن انها يعني تنقذ حياتي. بس يعني هلا العيله اكثر ناس بتدعمني في 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 التسلق. طيب هل تعرضتي الى مثلا مخاطر هناك او تعرضتي الى حوادث اثناء تسلقك؟ يعني كل يوم له مخاطره، وكل يوم اوقات كل ساعه، يعني في اوقات ممكن يكون الطقس، ممكن تكون الريح، ممكن تكون البرد القارس، ممكن يكون نفس مسار التسلق صعب كثير انه اقدر اتسلقه او لا، ففي كل يوم في عندك عقبات مختلفه. لكن بتذكر دائما او بذكر دائما من وقت ما رجعت من ايفرست، يعني لسه ما صار لي اسبوعين، في يوم كنت بدي اطلع فيه من كامب 2 لكامب 3، من المخيم الثاني للمخيم الثالث، وبعد تقريبا ساعتين وانا طلعنا يعني تقريبا الساعه 4 الفجر، بعد ساعتين ما قدرت انه انا ادفي جسمي،
كان البرد قارس وكانت الريح كتير كتير قوية. فطبعا من أخطر الأشياء ممكن تصير معك على الجبل شغلة بنسميها فروست بايت، إنه تتجمد أطرافك لدرجة إنه ممكن بعديها لازم تبتري أصابعك أو تبتري أصابع إجريكي أو لا سمح الله أي عضو تاني موجود في جسمك. فأنا بعد ساعتين من إني أنا مش قادرة أدفي حالي، كان القرار السليم والحكيم إنه لازم أرجع، لازم أرجع، اليوم مش يومي، لازم أرجع. فرجعت على المخيم الثاني مع انه فريقي كمل للمخيم الثالث. ما اخذتها كهزيمه، اخذتها كانه لحظه انه اعيد ثقتي بنفسي، قوتي، ادفي حالي، ارتاح لليوم. وثاني يوم رجعت لحقتهم ورحت على المخيم الثالث. فبمر الواحد في مواقف انك تتساءلي هل انا فيني اكمل ما فيني اكمل، لكن بالاراده والتصميم والعزيمه وانه اخذتها لحظه بلحظه خطوة بخطوة أكثر ما أني أخذها يوم بيوم حتى، نعم، أو أسبوع بأسبوع، وأنه قدام القمة البعيدة اللي كل ما بطلع على الجبل بطلع فوق بلاقيها بعدها بعيدة كتير. فصرت أحط أهداف قصيرة الأجل، نعم، وكل ما أحققها أنام بالليل وأنا مبسوطة أنه أنا هلأ وصلت للمخيم الثاني، أنا اليوم وصلت للمخيم الثالث، أنا اليوم قدرت أتعدى منطقة صخرية اسمها اليالو باند وهكذا. أيهما أصعب، الصعود أم النزول؟ التنين يعني مصاعبهم تختلف، بس التنين، بس بالنزول لازم تكون كتير مركزة انك ما تخلي نشوة انك وصلتي للقمة تأثر على تركيزك، لأنه مخاطر كتير بتكون كمان في النزول. الجسم البشري وصل إلى حده من الإنهاك والتعب، إنه كتير كتير حوادث بتصير طبعا في النزول. طيب أول شيء عملتيه لما وصلتي إلى ديارك؟ طبعا كنت عم ببكي كتير من الفرح، من الفرح اني يعني قبليها بشهرين لما كنت راكب الطيارة وحكيت طبعا لعائلتي ولماي سبونسر انه ما كنتش عارفة اذا رح ارجع بعد شهرين او مش رح ارجع، اذا رجعت رح ارجع باي اصابات، رح ارجع باي حاله جسديه او نفسيه. فكانت انه انا بالفعل ركبت الطياره ورجعت على بيتي، كان طبعا الحمد لله نشكر رب العالمين انه الرحله تمت وانه انجزتها، لانه من غير النزول ومن غير انك توصلي لعائلتك ما كنت انه حسيت انه اكتملت الرحله. نعم، طيب هل هناك جهات معينه سيده سوزان تمول مثل هذه النشاطات، او هل دول أو الحكومات العربيه تمول مثل هذه النشاطات؟ للاسف لا، يعني هاي كان من حقيقه من المصاعب ومن التحديات اللي بنواجهها كمتسلقين عرب، واحنا يمكن ننعد على الاصابع، لكن اكيد بحاجه انه ننمي، لانه لما بسافر على اي جبل دائما بشوف الناس الغربيين، المتسلقين الغربيين او من اسيا، ما في اي عرب. والتمويل طبعا جزء مهم كثير منها، انه انا لعند رحله ايفرست تقريبا كل يعني بشتغل، وكل اللي بشتغله بوفره كان يروح لرياده التسلق. الحمد لله مؤسسه التعاون وشركه ارابتك امنوا بهالحلم انه نحاول نساعد اول امراه عربيه انها تصعد على ايفرست، ومؤسسة التعاون بتآمن بتنمية مهارات مختلفة وإظهار الشخص الفلسطيني بأنه ممكن يكون فنان، ممكن يكون متسلق، ممكن يكون. فكانت طبعا الرعاية الكريمة هاي كانت أهم شيء صار لي، وإلا ما قدرت أنه أحقق الحلم بإني أتسلق إيفرست. فما في عنا نقابات أو نوادي أو جهات بتمول، وفي ناس كتير بتحاول أنها تحقق هيك أحلام في المغامرات، لكن بسبب عدم فهم شو نوعية هاي المغامرة بنلاقي صعوبة من التمويل من الشركات أو المؤسسات المختلفة. فهذا طبعا شيء بنحب أنه نقول يا ريت أنه المؤسسات كجزء من أنه تنمي مجتمعاتها، أنه يحاولوا ينموا أنه الشخص العربي يحاول أنه يحقق حلمه ويعيش حلمه، بدل ما إحنا دائما عايشين حلم غيرنا. يعني بنسمع عن الأسترالي وعن نيوزيلندي وعن الإنجليزي، فيا ريت إحنا نبلش نحقق أحلامنا ان شاء الله توصل مناشدتش. طيب اود ان اسالك، يعني هل تنوين انه بتدريب مثلا متسلقين من بعدش تمرير التجربه الى ليش لا؟ يعني انا كثير بنبسط لما وهم قله اللي بيتصلوا فيي بلاقوني، في ناس تتصل فيي من عمان، من الاردن، من مصر، انه
اعطينا معلومات اكثر، نعم. ساعدينا كيف ممكن نعمل هذا الشيء. فانا كثير حتى حابه انه يا ريت كلياتنا نطلع نتسلق مع بعض يعني في رحله، لانه كفريق عربي يعني لهلا ما صارت انه فريق عربي يطلع ويتحدى قمم. وبدال ما انا اكون قاعده رابط الحبل وبثق بحياتي مع انسان من كل الدول مع احترامي ما عدا العربي، يا ريت نكون مربوطين بحبل واحد واثقين ببعض ونطلع نتحدى قمم مع بعض. فهي دعوه لاي متسلق عربي انه يتصل فيي او يحاول يلاقيني ونطلع كفريق عربي. نعم. طيب سيده سوزان، بعد هذا النصر والتحدي الكبير التي واجهتيه وخرجتي بنصر كبير، ما الخطوة القادمة بعد تسلق قمة جبل إيفرست، أعلى جبل في العالم؟ طبعا صعب كثير، صعب كثير انه الاقي متعه مثل متعه ومشقه مثل ايفرست، بس كتحدي حابه انه اخلص السبع قمم اللي هي اعلى قمه في اعلى في كل قاره اللي هم السبع قارات. فهذا مشروع اسمه السبع قمم من غير اي تخطيط مسبق. هلا انا صرت مخلصه خمسه، فبقي لي تنتين، حابة انه اخلصهم وان شاء الله نكون هذا انجاز ثاني للمرأة العربية وللمتسلق العربي وللرياضة التسلق في الوطن العربي، ان يكون في عندنا كمان اول عربية قدرت انها تتسلق السبع قمم. طيب هل هناك مثلا من رياضة معينة تتبعيها او من ترويض لجسدك حتى يبقى مرن مثلا؟ طبعا التزام تام وما فيش يعني مثل ما بنقول يعني كومبرومايز، لازم من الرياضات اللي بتقوي عضلة القلب والرئة، بتوسع الرئة، بنسميها تمارين الكارديو مثل الركض أو الجري، مثل طلوع السلالم ساعة ونص تقريبا كل يوم، وبعديها بيكون في تقوية العضلات، تمرين العضلات، تمطيط العضلات، فيعني التزام تام بتقريبا 3 ساعات يوميا. طيب قبل الذهاب الى الرحله، هل تقومين بترويض مثلا جسدك او جسمك على درجه بروده معينه مثلا؟ ومن بعد ان يعني اكملتي الرحله على درجه حراره يعني اعلى من اللي اعتاديتي عليها خلال شهرين تقريبا؟ للاسف ما كانش في طريقه انه انا يعني اسافر على بلاد كثير يعني بتقارب بروده اللي راح تشوفيه فوق في ايفرست. يعني اخر مرة كنت فيها في البرد القارس لما كنت في القطب الجنوبي بتسلق هناك، فما كانش في استعداد للبرودة غير انك انت تكوني قوية جسديا وعندك لياقة انها تساعدك على انك تحارب البرد. نعم. واللي اهم من هيك كمان طبعا هي عملية التجهيزات، التجهيزات اللي انا بعنيها اللي هي الجير، اللي هي نوعية اللبس اللي بدك تلبسيه، نظام بنسميه layers، طبقات مختلفة تلبسيها على أساس أنك تحاولي أنك تقاومي البرودة. سؤال أخير سيدة سوزان، تفضلي. ما الذي اكتسبتيه من هذه التجربة؟ طبعا إحساس متجدد أنه ما في شيء مستحيل، وأنه أحلى شيء بالدنيا أنه نعيش حلمنا مش حلم غيرنا، وانه الحقي او الحق حلمك وعيشه. فهذا الاحساس المتجدد دائما بخليني اقبل على الحياه بطريقه ايجابيه كثير، وبخليني اكتسب الايجابيه اللي احنا كلياتنا بنحس انه لازم نعيشها بحياتنا لنكون مبسوطين. سيدة سوزان، احنا سعيدين بلقائك اليوم ونتمنى لك دائما الموفقية والنجاح، ودائما انت في القمم ان شاء الله. شكرا كثير. كانت معي سوزان الهوبي، اول امرأة عربية تتسلق قمة جبل إيفرست.